هنا الجزائر في عدد جديد مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. نبدأ اليوم من الامتحان المصيري الذي سيقدم عليه عدد كبير من التلاميذ، وهو امتحان البكالوريا. كان هنالك كلام على أن البكالوريا هذه السنة لن تتم إلا بتقديم المرشح لبطاقة التعريف البيومترية، وشهدنا وزير التربية رفقة وزير الداخلية وهم يحتفلون بهذه البطاقة ويقولون بأنه تم توزيعها بشكل واسع على التلاميذ وأن العملية ستنتهي قبل موعد الباك. لكن الجديد هو أن المديرية التي تعمل على تقديم هذه البطاقات، وهي مديرية عصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، فشلت في أن تمنح جميع البطاقات لكل التلاميذ، فعادت اليوم وزارة التربية لإرسال تعليمة إلى مدراء مراكز الامتحان أن التلاميذ سواء كانوا نظاميين أو أحرار يستطيعون اجتياز الباك بدون بطاقة تعريف بيومترية. معي السيد علي بنزينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. سيد بنزينة مساء الخير. طيب سيد بنزينة، الآن بعدما كان يقال بأن البكالوريا ستتم ببطاقة تعريف بيومترية، عادت وزيرة التربية وقالت ليست شرطا. كيف أثرت مثل هذه التصريحات والقرارات المتضاربة على تركيز التلاميذ قبل أيام قليلة عن هذا الامتحان؟ والله يا أخ قدر، احنا شفنا هذا يعني التصريحات تاع وزيرة التربية، يعني تصريحات سياسية. احنا كنا قلنا في السابق باللي من المحال باش السنة يعيطوا في شهر فيفري يقروا باش التلاميذ يدوزوا بطاقة بيومترية، يعني عندنا حوالي 850 ألف تلميذ، يعني اللي لازمهم لازم مديرية عصرنة البطاقات البيومترية هذه، يعني لازم نتحضر بالبطاقات هذو، وعلى بالنا باللي ما يقدروش. احنا واش قلنا في السابق؟ قلنا علاه معليش، حاجة مليحة باش تعصر القطاع التربية باش تعلم أولادنا التقنيات الحديثة هذه، ولكن من سبتمبر اللي بدأ تحضر أصحاب السنة الثانية ثانوي باش يحضروا البطاقات البيومترية، وليس تشبوش على التلاميذ تاع البكالوريا مقدمين على امتحان آخر سنة في وسط السنة تقول لهم تخدموا البطاقة البيومترية. وأكثر من هذا، أكثر من هذا سيد بنزينة، أكثر من هذا، تضارب التصريحات، يعني مثلا مسؤول مديرية عصرنة الوثائق والأرشيف في وزارة الداخلية، بالرغم من أن وزارة التربية أرسلت تعليمة تقول بأن التلاميذ يستطيعون اجتياز الباك بدون هذه البطاقة البيومترية، عاد ليقول بأن العملية سارية في 46 ولاية وبقات زوج ولايات فقط. يعني تضارب التصريحات ما بين وزارة الداخلية ووزارة التربية، هل تحركتم أنتم على مستوى أولياء التلاميذ على الأقل مع وزارة التربية لوضع حد لتوضيح القرار النهائي حتى لا يشعر التلاميذ بالقلق أكثر مما شعروا به؟ والله احنا كأولياء تلاميذ وكمنظمة وطنية لأولياء تلاميذ، قلت لك في السابق هذه الأمور ما تدخلش الآن، ولكن وزيرة التربية هي اللي تصرح مباشرة في القنوات كما راه تصرح في تصريحات أخرى، تقول باللي ما وصلناش يعني يعني باش نلبوا الطلبات كاع تاع التلاميذ، ماذا بينا الاخر باش تطمن التلاميذ وتطمن الاولياء، وليس احنا كمنظمه، هما وزاره بنفسهم، هما ينجموا يتصلوا مع بعضهم وزاره الداخليه مع وزاره التربيه ويحلوا الاشكاليه هذه نهائيا باش ما يزيدش يشرى مشكل كما هذا. اما بالنسبه للاولياء احنا الاولياء فاهمين واعيين على بالهم باللي من المحال باش يوفروا جميع البطاقات في الوقت المحدد، ولكن ما زالت احنا نقولوا ما زالت حوالي 25 يوم على اجتياز امتحان البكالوريا، ان شاء الله ولما ان شاء الله. صحيح. طيب اخر سؤال سيد علي بنزينة، استغل وجودك لهذا التصريح اللي قالته وزيرة التربية اليوم عن معاقبة التلاميذ المتغيبين عن الأقسام النهائية قبل الباك، قالت لن يجتازوا البكالوريا دورة العام المقبل، وبأنها ستضع قائمة سوداء للتلاميذ المتغيبين، كيف تقرأ هذا التصريح؟
والله يعني انا قلت لك تفاجأت هذا التصريح، التصريح هذا الاخير هذا تاع وزيرة التربية. في السابق كانت تقول بلي لازم امور ردعيه وراح نطبقوها في سنه البكالوريا 2015 2016 وقعدت تراجعت وقالت حتى 2016 2017. احنا واش قلنا؟ احنا في السابق كمنظمه اعطينا لهم اقتراح واضح، يعني ما يتطلبش وسائل ويطلب مراقبه ويطلب بطاقة الاستدعاء تاع البكالوريا او الاستدعاء تاع الامتحانات النهائيه، هذو يتمدوا في المؤسسه التربويه في الايام الاسبوع الاخير من الدراسه، هكذا التلميذ يبقى دائما مربوط بالمؤسسه التربويه، ما راحش يخرج منها غير الاستدعاء في الاسبوع الاخير. ولكن هما حبوا كما يقول لك يركبوا الجمل يركبوا له اكثر من حقه. التلميذ هذا ما حبوش يقروه، الدروس اللي راهم يمدوهم له فانا ربما كما لقينا اشكاليه في بكالوريا شهاده التعليم المتوسط الفنون التشكيليه، لقينا باللي دروس ما قراهمش التلاميذ تاع السنه الاولى والسنه الثانيه هما ما عندهمش استاذ تاع الرسم وداروهم لهم في الامتحان تاع شهاده التعليم المتوسط. يعني هذه الامس برك يعني امورات راها تسرى، يعني امور وتصريحات غير مسؤوله يجب ضبطها. نزيد نضيف لك طيب باختصار في قدر تفضل. نضيف لك من المنبر هذا، احنا عندنا وراني ثابت واش راني نقول، عندنا يعني ادله باللي المفتشين اللي داروا التكوين اخر قالوا لهم راح نعاودوا نولوا في فوضى واحده اخرى على الدرجه، لاخاطر عطاو لهم اوامر باش يعلموا الاساتذه يتكلموا بالدرس تاع التلاميذ. يعني امورات راها تصرى في الخفايا تاع قطاع التربيه، ما فهمناش حنايا المنظومه هذه كيفاش راهي تمشي، شكون راهي يسير فيها؟ اسكو جزائريين او دول اخرى؟ ما فهمناش اسكو حنا الوطنيين ولا هذو الناس اللي راهم حابين يدوا لنا المنظومه التربويه للهلاك هما الوطني؟ حنا كل ما نهضروا يتهمونا بالعماله، يتهمونا باللي حنا عندنا ايدي خارجيه، رانا ندخلوا، رانا نخلطوا، رانا ما فهمناش. احنا وطنيين، احنا جزائريين، حبينا نفهموا واش راه صار في المنظومه التربويه. مفهوم. شكرا لك سيد علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على هذا التدخل. مشروع أو قطاع آخر يشهد اضطرابات كبيرة، ماذا لو قلت لكم بأن الجامع الأعظم لسيد وزير السكن سيدة تبون فرحان به، المشاريع السكنية والبناءات اللي رأي في كل الولايات أيضا تقدم على أساس أنها إنجاز كبير، ماذا لو قلت لكم أنها في شهر كل هذه البنايات لا تتم مراقبتها تقنيا، والسبب هو إضراب عمال الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء CTC. الإضراب دخل مدة شهر، الإطارات والمهندسين لا يقومون بمراقبة المشاريع البنائية الكبرى والسكنات، ووزارة السكن لا تريد أن ترد على هذا الإضراب، والمصالح المختصة أيضا لا تستجيب لهؤلاء المهندسين والإطارات في 13 وكالة عبر الوطن. معناتها كل البنايات اللي راهي تتم الآن على الأقل في الشهر الماضي لا تتم مراقبتها تقنيا، بعد فترة إذا طاحت على رؤوس الناس المواطنين أكيد حتى واحد ما راح يقول أنا المسؤول، وإنما راح تتطفر في المواطنين. معايا الأستاذ عبد الحميد بوداود رئيس مجمع الخبراء والمهندسين المعماريين. سؤالي الأول سيد بوداود، الآن في ظل هذا الإضراب لعمال CTC الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، نتحدث عن مشاريع كلها لا تراقب على الأقل منذ شهر، يعني وهو فترة الإضراب، كيف سيؤثر ذلك على سلامة هذه المشاريع وأي خطورة يمكن أن يحدثها هذا الأمر؟ حقيقة هو CTC هو عنصر نتاع البنيان، لازم يكون المهندس المدنيين، لازم المراقبة نتاع البنيان المؤسسة، لا المهندس المدني ما يديرش مراقبة، لازم المؤسسة تاع الإنجاز تحبس ما تمشيش، لأن كنت تمشي ودير غلطات شكون راح يصححها؟ كان نقطة الاستفهام، لازم المهندس المدني والمهندس تاع مكتب الدراسات ما هو ثاني يتبعوا المهندس المدني تاع CTC نقولوا هو عنصر ما
ما يقدر حتى واحد يجوز منه، لازم كل الانجازات يجوزوا على السي تي سي. طيب برايك الان، لانه الاضراب راهو في 13 وكاله عبر الوطن وبدا في العاصمه، والوزارة قامت أولا بإقصاء هؤلاء الذين أضربوا في العاصمة، والإدارة لا يبدو بأنها تريد الاستماع إلى مشاكل المضربين. الآن هنالك حديث عن مشروع الجامع الأعظم وحديث عن مشاريع سكنية، يعني كيف تتم هذه المشاريع؟ هل يمكن القول بأن الجهات الوصية تبنيها بدون العودة، يعني هي تجازف عندما تبنيها بدون العودة إلى مصلحة مهمة كالرقابة التقنية؟ يا اخي المحترم، احنا واش نقولوا؟ نقولوا ماشي هذه الخطره الاولى، ماشي هذه الخطره الثانيه، ماشي هذه الخطره الاخرى، لان المهندس المدني او المهندس المعماري عند المسؤولين هو ما عنده يسمع كلام ما لازم. احنا واش نفهموا بلي رانا نقدموا بلا استراتيجيه، وهاد المسؤولين هذوما يحوسوا، عندهم سياسه الارقام، يقول لك انا انجزت 1000 2000 3000 5000 وحده سكنيه، وكيف انجزت هذا الشيء؟ شفنا، انا نقول عندي كلمه واحده نقولها، اسم زنزان تاع بومرداس عطانا الدرس ورانا كيفاش هاد المسؤولين كيفاش راهم يخدموا. لهذا انا نقول لازم هذا المشكل هذا تاع المهندسين تاع الاضراب هذا والمسؤولين هذوما لازم يسيبوا له حل بحكمه، والمهندس المدني يولي الاخر المكتب نتاعو ويولي يدير الانجاز نتاعو كما ينبغي. يعني عندما تقول الزلزال سيد بوداود، انت يعني لا قدر الله اذا طال الإضراب ولم يتم الاستعانة بالرقابة التقنية وتجاوز هذا العنصر المهم، في حالة وقوع أي نشاط زلزالي لا قدر الله، يعني كل هذه البنايات التي لا تراقب مهددة؟ معلوم هي مهددة 100%، لأن ما كانش التتبيع نتاعو، والمؤسسة نتاع الإنجاز هي تصيب غرضها تنجز كما تحب، لأن ما كانش مراقبة. على سبيل المثال بستان ما كانش العساس فيه، البنادم يدخل ينحي التشينا ويدير كما يتصرف فيه كما يحب. هذا هو الاخر، المؤسسه تاع انجاز راهي دايره دوكا، كيفاش المسؤول راهو يقولها كملت الانجاز، كيفاش الانجاز بعد ذلك؟ انا دوكا نطرح سؤال، غدوه من غد بعد المهندس المدني يولي الخدمه نتاعو، كيفاش راح تكون المراقبه بعد ما المؤسسه نجزت في 13 يوم شحال من متر مكعب نتاع البيطون اللي واساته، وشحال الاخر المخابر اللي ما داروش اسم الخبره نتاعهم، لان ما كانش المهندسين. ها نقطه الاستفهام وراي. لهذا انا نقول هاد المسؤولين هاد بكل صراحه نقولها، احنا ما عندناش متر دولو فراج، لان عندنا اطارات مخصوصين في كل في هذا الجانب هذا، مخصوصين زوج باش التتبيع نتاع الانجاز ونتاع الدراسات ونتاع. طيب قبل ما أختم معك سيد بوداود، أستغل وجودك، أنا قرأت لك تصريح بخصوص مشروع الجامع الأعظم، الوزير تبون قال سنصلي في الجامع الأعظم في نهاية 2016 أو بداية 2017، أنت قلت بأنه مستحيل تسليم هذا المشروع قبل 2022، لماذا؟ أقول لك، أنا كنت سمحني نحل فكرة بك. فضل. من يخالفني يحفزني، هذه لازم ندوها في القطاع. احنا واش قلنا؟ بعد ما ذلك مكتب الدراسات الالماني دار الدراسه ودار الانجاز، ومن بعد حبسوه مدوه لمكتب دراسات واحد. سبيل المثال، انت عندك قماش تروح عند خياط يبدا لك في الفستان تاعك يوصل 30% او 40%، ومن بعد تنسحب من عنده تروح عند واحد اخر. الطراز والفكره ما هي فكره كما ينبغي. احنا اول هذا على مسجد هذايا لو كروزوف، انا نقول وقيل الوزير حب يقول في 2016 2017 سي لو كروزوف اللي يوجد، ولكن بعد الزخرفه وبعد الزليج وكذا تطلب وقت، تطلب يد عامله كما ينبغي، احترافيه، وتطلب وقت. انا واش نزيد نصمم ونقول في كلامي، على الاقل هذا الى وصلنا ل 2022 او 2025 احنا المسجد نتاعنا يكون مسجد هو الاحسن في العالم. مفهوم. ما كما ينبغي. وزيد سبيل المثال، شوف العكس اللي راهو قالك تقول فيه، هاو كان اضراب تاع المهندسين المدنيين، كيف هذا كيفاش راه يتعقب هذه الحاله؟ كيفاش الانجاز راهو يتواسى؟ هاي هنا كان نقطه الاستفهام. لهذا تفضل اكمل الاستاذ بوداود. لهذا احنا واش نقولوا؟ نقول لازم تكون على حكمه، ولازم التقني يخلوا التقني يخدم كما ينبغي الاخر، وهو المطلوب طبعا. شكرا لك عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء
خبراء البناء والمهندسين المعماريين. طبعا المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لا يرد على الصحفيين ولا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع، يقول الوزارة وزارة السكن هي المسؤولة. وزارة السكن السيد تبون اعتاد على أن يصف كل من يخالفه الرأي بأنه إما مشعوذ أو أيدي خارجية حتى لا يحاسب على المشاريع التي فتحها ولا تريد أن تنتهي. والمكلف بالاتصال في وزارة السكن يستطيع أن يعمل كل شيء ما عدا الاتصال، هو غير مهيئ له. إلى النقاش بعد الفاصل. نقاشنا هذا المساء مشاهدينا الأعزاء عن التنمية في الجزائر العميقة في الولايات الداخلية، ولكن هذا لا يستثني الحديث عن كل الجزائر شمالا وجنوبا شرقا وغربا. هل هنالك تنمية حقيقية؟ هل هنالك وزارة تعمل لصالح المواطنين؟ أم أن كل المشاريع وبحجة التقشف ظهرت عيوبها؟ هذا المساء يجيبني عن هذه الأسئلة السيد عادل سلحاج محمد الناشط السياسي المنتمي لجبهة التحرير الوطني، ومحمد بورنيسة القيادي في الجبهة الوطنية الجزائرية. مرحبا بكما. وأبدأ معك عادل سلحاج محمد، هل يوجد تنمية في الجزائر؟ هل يمكن إقناع الجزائريين بأن قطار التنمية ماشي بدون توقف حتى برغم كل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بالبلاد؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إخواني المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. التنمية في الجزائر، أول من يطرح السؤال عليه هو الشعب الجزائري، لأنه ولو نبدأ أنه قد لا تزال بعض النقاشات الإيديولوجية في الجزائر، ولكن التحدي تحدي اقتصادي. أنا أنتمي إلى ولاية وين، لأنه كي نقولوا المناطق العميقة ولا البقر العميقة ولا الجزائر العميقة، هذا ما يعنيش أنه منطقة جنوبية ولا حتى في شمال الجزائر كاين المناطق العميقة والدول العميقة وكذا. أنا أنتبه إلى ولاية وين فيها مثلا بعض المناطق كاين مناطق مغبونة، كتاخذ مثلا بلدية زموري اللي هي منطقة سياحية ساحلية عندها كل المقومات باش تكون من أغنى البلديات على مستوى الوطن الجزائري، لكن كان غياب تنمية لمدة طويلة. هذا راجع لسياق تاريخي، كاين مثلا بعض المناطق اللي قستها بقوة العشرية الحمراء ولا العشرية السوداء، كاين بعض الأسباب موضوعية، ولكن اليوم الحمد لله كاين إنجازات حقيقية. مثلا تاخذ هذا المنطقة والناس كامل يعرفوا هذه المنطقة، كاين دي بروجي راهم يبانوا، مثلا لو دي دوبلومون دو لافوا من بومرداس حتى ضواحي دلس، هذا مشروع كبير والحمد لله عرف نقلة نوعية مؤخرا. كاين بعض المشاريع التنموية اللي افتتحتها السيدة الوالية ولاية بومرداس، وصح يعني مشاريع تنموية اللي راح تمص البطالة. وثاني كاين بعض المرافق. كيف تفسر بأن عندما نقرأ في واقع الأمر هذه المشاريع لا يراها أحد مجسدة على أرض الميدان ما عدا بعض الفتات؟ لأن تقرأ الصحافة اليومية يعني الجرائد الصفحات المتعلقة بأخبار الولايات كل يوم كاين خدمات صحية متدنية، كاين أزمة عطش في بعض البلديات، كاين طرق مهترئة، يعني لم نتخلص من كل هذا لا في زمن البحبوحة ولا الآن في زمن التقشف. شوف الاخ قاده، يعني باش نكونوا ثاني منسجمين مع واش رانا نشوفوا، منسجمين مع الافكار تاعنا بطريقه يعني شفافه.
اليوم باش تقول نهضة اقتصادية كاين بعض المؤشرات للنهضة الاقتصادية وكاين بعض الأمور اللي لازم تعول عليها. من ضمن الأمور الأساسية هو العنصر البشري. احنا مثلا في العنصر البشري نشوفوا أنه كاين طاقات كثيرة مغيبة حقيقة، وفي هذه الطاقات المغيبة الدولة تتحمل بعض المسؤولية في هذه الطاقات المغيبة، وكاين بعض الأخطاء في التسيير الدولة تتحمل المسؤولية في الأخطاء في هذه الأخطاء التسيير. ولكن هذا لا يعني، هذا لا يعني أنه ما كاش تنمية في الجزائر كلها. خير دليل ممتاز. أنه شوف البناء الهيكل الأساسي في التنمية الطرقات، الهياكل القاعدية موجودة، البنية التحتية، البنية التحتية ممتاز. كاين إنجاز كبير في هذا الجانب. البنية التحتية هي أهم عنصر يجب أن يتوفر في أي اقتصاد في العالم. في المرحلة التي سبقت 15 سنة تهيأ لهذه البنية التحتية العديد من المشاريع. ما يحدث الآن هو محاولة إعطاء لكل منطقة حقها في التنمية. فهل تجد هذا كلام واقعي يا سيد بورنيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان نحكينا على التنمية نحكي على التنمية يعني بالدرجة الأولى. نحن الآن في العاصمة الجزائرية، وإذا خرجنا من هذا البلاطو نبحث عن التنمية. ما هي التنمية؟ هي الطريق، هي الإنارة، هي المسجد، هي المرافق العمومية، هي كل ما هو يحتاجه المواطن الجزائري ككل. ولكن التنمية في الجزائر لم تتصرف فيها السلطة بشكل واقعي، لأن التنمية في الجزائر لم نباشرها مباشرة في العامل البشري الجزائري. التنمية بقت حبر على ورق. كنا انتقلنا بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، ما نروحوش بعيد، كي نقولوا العاصمة الجزائرية نروحوا الولايات الداخلية، الجلفة أو نروحوا الخنشلة أو نروحوا اللغوار، تسمسير، نخرجوا من العاصمة الجزائرية، الولايات التي يقتل الفقر الفقر. يعني لما نحكي عن التنمية هو الماء، هو الكهرباء، هو الغاز. الدولة الجزائرية منذ الاستقلال وهي تستثمر في البترول الجزائري، ولم تستثني العامل البشري وهو الأرض الجزائرية. لو استثمرنا مثلا في العامل البشري لا ما هو الحال كما نحن الآن في الجزائر. إذن المشكل في الجزائر هو الآن مشكل تسيير، مشكل سلطة. يعني نشوفوا أن المشاريع تكلم عن المشاريع هو، ولكن لما نقول مشروع وإنجازات، هل المشروع اللي تكلمت عليه أنت الرابط بين دلس وبلدية بومرداس كم مدة إنجازه هذا المشروع؟ كانت أكثر من 4 سنوات والمشروع لم ينتهى بعد. كنت تحدث عن المشكل، ما هو المشكل في هذا المشروع؟ يعني الكلفة زائد مدة. اسمح لي سيقادة. فضل. لما نحكي على السياحة والتنمية، بلدية تكلمت على بومرداس، نتكلم لك على بلدية قورسو، يعتبر هي بلدية ساحلية وهي بوابة العاصمة الجزائرية من الجهة الشرقية. كيف يعقل في بلدية ساحلية ندير فيها انديشارج تاع ولاية العاصمة وبومرداس؟ هذا هو الشيء، التسيير والتخطيط غائب في التنمية الجزائرية. حتى وإن قال لك بلي كاين بعض أخطاء مسؤولية. لا 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 لا، ماهوش أخطاء فقط، اسمح لي، مازال ما كملتش هذه المداخلة تاعي. لا لا، نحكي معليش، خليني نكمل، نكمل وبعد رجع عليا. لا لا لا، هو في البداية عنده الحق في الكلمة ثم أفتح الحوار. أنا نحكي بصفة عامة. أنت قلت ولاية وأنا كذلك ابن الولاية وأنا نعرف الولاية مليح. أنا أسكن في منطقة في ولاية بومرداس تبعد عن العاصمة الجزائرية بسبعين كيلومتر. بن كثير لقطة بومرداس 70 كيلومتر على العاصمة، الغاز ما كانش. قول لي أين هي أموال الشعب الجزائري؟ 70 كيلومتر على العاصمة. دارنا في دشرة في الجزائر تبعد عن 70 كيلومتر. 70 كيلومتر على العاصمة الجزائرية ما عندناش الغاز الطبيعي. إذا هنا المشكل، أين هي أموال الشعب هذه الجزائري؟ هذه مشاكل لم تحل يعني في فترة البحبوحة. يعني 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 شوف، فلا داعي للتذرع بالتخسف. يعني من الاستقلال أوكي. إلى يومنا طيب هذا يجيب. ما قدرناش نحل مشكل التنمية. طيب. ولكن التنمية قادة، لا ما نقتصرهاش إلا في الريف، حتى في المدن. العاصمة الجزائرية نخرج الآن أنا وياك على 6 ونصرح العاصمة نتاع الشاو، كل المحلات مغلوقة. إحنا وش عندنا في الجزائر؟ صحيح. عندنا البابور وعندنا الشوفور، ومع ذلك أمير العاصمة ما عندنا والو. ومع ذلك أمير الجزائر الوسطى والعاصمة يريد أن يكون وزيرا حتى يسكن العاصمة. لا لا لا، الواقع المعاصر الجزائر. تفضل سيد عادل. يعني معظم المشاريع كما يقول تحولت إلى أضحوكة، يضحكوا علينا الناس من حيث كلفة الإنجاز ومن حيث مدة الإنجاز. تعرف باللي ما وليناش نأمنوا قاعد تاع نسبة الإنجاز 70-60%، ومن بعد تقعد 10 سنين و20 عام. اديها في أبرز قطاع وهو قطاع الأشغال العمومية، وثاني قطاع اللي عنده علاقة بالمواطن اللي هو السكن. والوزير الحالي تاع السكن لما عاد للقطاع نتاعو قال السكنات في الجزائر ما ياخدهاش غير طويل العمر.
ماناش عارفين طول عمر هذه لك نكون عندنا 150 سنه بنسكن. شوف سي قادة، ننطلق من مبدا انه انا والاخ منتمين لاحزاب سياسيه مختلفه، هذا ماهوش مدعاة انه نختلف في بعض الاراء اللي هي موضوعيه. يقول لي مثلا على منطقه سياحيه وداروا فيها اون ديشارج، راني معاك 100%. مشكل كبير، مشكل كبير، هذه فضيحه للتسيير. معليش معليش معليش، طيب ناحية ساحلية، بلدية ساحلية، انا كمناظر انا حتى لعاصمة الولاية، هذا مشكل كبير. مني اني ما نقطعكش، وراني زدت اعطيتك الحق، يتم ممكن اعطيكم الحق تجينيكم. لا لا، ولكن من المسؤول عن هذا؟ يا اخي شوف يا اخي الكريم، ما تتحرش لما مناظر. معليش معليش، على رسلك انت مسؤولين مباشرة، مناظر من حزب حاكم يقول لك عندك الحق، ما تتعقدش. لا هو مشكل والحق باين. لا لا ما تتعقدش، بلا ما تقول لي انت عندك الحق، الحق راهو باين. لا ديشارج ما لازمش تكون في المنطقة هذيك، لأنه منطقة سياحية وتأثر الجو السياحي في تلك المنطقة. ولكن ما هو الحل؟ أنه المسؤولين لما داروا الدراسات تاعهم غلطوا في تلك الدراسات. على المسؤول معليش، خليني نكمل الفكرة. خليني أخطأ الوالي السابق في هذا الشيء. يا أخي الكريم، انتقد المسؤول المحلي، انتقدوا مباشرة، انتقدوا مباشرة. يتمهد ممكن أعطيكم الحق، ممكن أعطيكم الحق. لا لا لا، مثل ما شكرت الوالية، مثل ما شكرت الوالية على المشاريع، شوف انتقدها الآن. لا لا لا، أنا نقول لك إذا كان راهي تسمع لي الوالية، اسمح لي نقولها، بارك الله فيك سيادة الوالية. لأن نقول لك علاه، نقول لك علاه. في خلال وقت قياسي كاين مشاريع كان افتتحها سيد الوالي السابق، والحمد لله كاين انجازات يعترف بها جميع المواطنين في ولايه بومرداس. هذا لو دي دوبلومون سي تان غرون بروجي، راح ينحي الخناق على مناطق عميقه. طيب في ولايه بومرداس. على هذا الموضوع، ولكن اسمح لي، وموضوعنا ماهوش بومرداس وحده، حتى نوسع النقاش. الجانب السياسي والجانب الوطني. أيوة. انا كي تقول لي مثلا حتى واحد من احزاب المعارضه لما تقول له يا اخي في هذه عندك الحق ويلا يلا نتعاونوا، يقول لك لا لا، هذا ماهوش همي اني نتعاونوا ونبنوا، همي اني نزيدوا. علاش تخافوا باش نعاودوا نزيدوا؟ لا لا يا اخي، هذا خطا. السؤال، اسمح لي اسمح لي، السؤال لماذا تحولت؟ لماذا تحولت معظم المشاريع؟ لماذا تحولت عدل سي الحاج؟ لماذا تحولت معظم المشاريع الى اضحوكه؟ هل يوجد مواطن جزائري الان يا اخي يصدق السلطه حين تتحدث عن فترة إنجاز مشروع 70% أو سنة أو سنتين أو غيرها؟ يعني النظام يكذب على المواطنين. شوف يا أخي الكريم، أنا في حزب التحرير الوطني نقول لك كاين قانون الصفقات، على المسؤولين تطبيق قانون الصفقات بحذافيره، ولكن الاكسبرتيز ما تجيش بين عشيه وضحاها. في الجزائر انتقلنا نقله نوعيه في تجسيد المشاريع. اليوم كما صرح سيد وزير الاشغال العموميه، قادرين نديروا دي زوتوروت افيك لا كومبيتونس الجيريان. هذه نقله نوعيه، سبحان الله العظيم. الواحد لا يجب ان يزدري. شوف، نخلطوا الشان التنموي الاقتصادي بالشان السياسي. انا ابن حزب التحرير الوطني، نقول لك يا اخي في المرحله هذه، مرحله عرس الصفوف، لما نشوفوا اشقائنا راهم يتداعوا علينا. هذا فايقين انتوما، هذا فايقين. لا لا، خليني نكمل الفكره. احكي لي على الواقع، احكي لي على الواقع المعاش، احكي لي على الواقع المعاش اللي نعيشوه. شوف يا زميلي المحترم، خليني دوك يعطيك الوقت، دوك يعطيك الوقت، خليني نكمل، خليني نكمل الفكره. محمد دقيقة، احكي لي على الواقع. شوف، اكمل اكمل تاع اشقائنا وباش نروح لنقطة أخرى. أنا باش نكون واقعي ومنسجم وعندي مسجل مع ضميري، نبدا بالحزب الذي انت اليه. معليش، روح روح، كمل الفكره. كمل الفكره. هو المشكل، هنا هو المشكل. معليش سي برنيسه، دقيقه. لما فتره كيما الفتره هذه، وين دول عربيه تتداعى علينا، والسياسه الخارجيه تبدا تتحرك، والدبلوماسيه تبدا تتحرك، وين احنا؟ انتم الحزب الحاكم، لازم نرصيو الصفوف. علاش نرصيو الصفوف؟ انا راني نعترف لك بالنقاط السلبيه. انت يكون جسر التواصل. يا جماعه هكذا لن نسمع شيء. في حزبي لما نشوف من مسؤول تاع حزبي غائب عن اي تصريح مباشره من السيد هذا اللي استقبلناه استقبال الكرام، من بعد يدير خيانه كيما هذه وما كاين اي تصريح، هذا حاله شغور. هذه حاله شغور، والنادي الضمير في حزب التحرير الوطني ما نقبلوش بهذا الشغور، لانه السيد عبد العزيز بوتفليقه ماهوش رئيس الجمهوريه، هو رمز من رموز هذه الدوله. واذا كان مسؤول في حزب جبهة التحرير الوطني اللي راهو على راس حزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس يرد على نفسه، والرئيس لازم يرجع على نفسه. يا الرئيس يرد، يا الرئيس يرد على نفسه. وعلاش يتاخذوا الصفوف؟ لا كريتيك كومونس دو لانتيريور. طيب كومونس دو لانتيريور. انا في التنميه، انا عندكم التنميه.
على ذكر الصفوف، انظر إلى هذه المشاريع حتى نعود إلى موضوعنا. انظر إلى هذه المشاريع التي يتكالب عليها والتعبير لوزير السكن عندما يتحدث عن مشروع الجامع الأعظم وبعض المشاريع السكنية ويغير هذا المقاول. سمعت بالمراقين العقاريين الذين يعني عاقبهم الكثير من المسؤولين في وكالة عقارية تمت معاقبتهم. يعني هنالك تحرك للدولة على مستوى الهيئات من أجل حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالسكن على أقل شيء. اثنين، عندما يتحدث عن يد خارجية قال بأنها تتآمر على مشروع مهم مثل الجامع الأعظم، مهم مش عارف إلا مهم بالنسبة لك أو لا، ثم يقول بأن هنالك أطراف جزائرية دخلت على الخط للتشويش على التنمية وعلى هذه المشاريع الكبرى لأنهم لا يريدون للجزائر أن تكون منارة. كيف تتلقى أنت هذا الكلام من الوزير تبون مثلا؟ أنا مثلا أعطيك مثال بسيط جدا. لما الوزير أو الرئيس أو الوزير الأول أو المسؤول الأول على التنمية في الجزائر، التنمية احنا سبقنا وقلنا أنه التنمية غائبة في الجزائر، احنا ما استثمرناش في العامل البشري. دوك المشكلة اللي نعانوا فيه في وقت البحبوحة المالية وما درنا والو للشعب هذا، والآن في وقت زير السنتورة نبنوا الجزائر، هذا تناقض. إذن لم تكن هنالك مشاريع بنية تحتية، كانت مشاريع ولكن تحت الطابلة. كانت نعطيك مثال، كيفاش تتمدد المشاريع الآن؟ لا تتمدد دقيقة، هذيك حاجة واحدة أخرى. هل المواطن يهتم بمن يحصل على الصفقة وبالطريقة التي وزعت أم يهتم بإتمام المشروع مهما كان الذي يتسلم؟ يهتم بالمشروع مهما كان، معناتها ما يحوش كل من دواله ولا دوك المشروع كنا لما نروحوا نديروا مشروع أي مشروع كان، دوك المشاريع الكبيرة في الجزائر شكون راه يديها؟ راه يديها غير هما، السلطة تديها، المقربون للسلطة اللي هما اللي ولا هما نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري، هم من يديرون المشاريع الكبرى. تتمثل، نعطيك مثال، مؤسسة صابطة، مؤسسة وطنية يمد لها المشروع حدات، يعني هذه ماشي حاجة قراب، من مقاول يمد مشروع للمؤسسة الوطنية. هنا واش معناتها؟ انه أنا في مرحلة خطيرة. واش من الولاية هذه؟ واش من في ولاية بومرداس لو بولي داروا في الطريقة اللي تحكي عليها انت؟ طيب خرجوا على بومرداس شوية اسمع. مثال معناتها كاين مشروع آخر في الجلفة يتحدث عن أن يعني سيد حداد حصل عليه. يعني ننوع الأمثلة. ننوع الأمثلة، ما نبقاوش نحصوا على ولاية واحدة. إذا المشكل هنا في الجزائر سلطة عصابات أصبحت تسير الجزائر من الخارج. لا من الداخل، لأن الشعب مغيب في السلطة الجزائرية، الشعب في وين؟ طيب هذا كلام خطير، سلطة عصابات، هذه حكومة منتخبة وتمد المشاريع. ما كاش انتخابات يا قادة، والمواطن في نهاية المطاف يبحث عن إنجاز المشروع. اسمح لي، وليس عن من يحصل على المشروع. بس المشروع كيف يحصل على المشروع؟ ضيعنا وقت كله في ولكن من حصل على الصفقة ومن كيف نحصل على المشروع؟ كيف أحصل على المشروع؟ المقاولين الصغار يضمن لهم الرشوة، ما يقدروش يخدموا، ولكن يديروها هما. بعد يمدوها دوزيام ما تروازيام مقاولين الصغار. بعدها المواطن الجاهل اللي يخدم يعود يخدم خدمة ترافيكية، ما يخدمش خدمة نقية. بعدها في ظرف سنتين نقع في نفس المشكل التنموي. في واقع الأمر أن الكثير من الصفقات لا يتم منحها بشكل قانوني. يعني هذه السلطة زيادة على أنها تكذب على المواطن في أجال إنجاز المشاريع فهي تتعاقد مع مافيا للحصول على صفقات. هذا مثل ما يقول سيخي، هذا هو كلامه، هذا هو الواقع. أوكي. وزير لا 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 مش الواقع، هذا الواقع كما تراه. وزير الأشغال العمومية مثلا سيد عبد القادر والي في اليومين الماضيين يتحدث عن مشروع طريق سيار جديد شمال جنوب. احنا مازال ما بريناش من طريق سيار شرق غرب ويروح لشمال جنوب. اولا اذا تحملنا الفساد الذي وقع في طريق سيار الاول كانت البحبوحه وكنا ضاربين النح باسكو البترول كان 150 دولار. اما الان شمال جنوب كيفاش تروح انت المشروع باش تهفنا ومازال ما حليناش الكثير من الطرقات وفي شرق غرب؟ هذا هو السؤال الوجيه. أيوة. شوف قانون الصفقات العموميه قانون معروف لدى الجميع، كاين مشكل في الاجل، هذا الاجل عالجوا القانون، ولكن انت تهضر لي على بعض الجوانب ما يفقهاش عامه الناس. قلت لك الاكسبيرتيز في لي طرافو بيبليك ما تجيش بين عشيه وضحاها. اليوم الحمد لله بعد المشاريع اللي تم انجازها كاين المستوى طلع. اذا كان كاين شركات جزائريه قادره تلبي متطلبات هذه المشاريع، وعلاش ما نمدلهاش المشاريع هذه؟ هذه من جهه واحده اخرى.
نفس الشركات نفس الأشخاص طبعا، مش نفس الشركات نفس الأشخاص. أنا إذا كنت تتكلم لي على طريق جلفة لغواط يا خويا، طريق اكثر من 100 كيلومتر ما نمدوش لاي واحد، ولو تكون مثلا لا ديفيرونس دو لا سوميسيون، يدخلوا في الصفقه لا ديفيرونس دو لا سوميسيون المناقصه، ني با ان بريتيكست سي قدا، كلهم يدخلوا. لازم ثاني القدره لما نعطي انا مبلغ اكبر لماذا تذهب انا الى من الى شخص انا نقول لك شوف شوف انا من خلال النقاش هذا مع الزميل نعرف باللي حنايا كمناضلين في حزب التحرير الوطني صح كاين تراكمات تاع الممارسه السياسيه وين تتكون عندنا ثقافه الدوله على عكس البقيه يعني. لا لا لا، كاين حقيقه ثقافه الدوله، لانه شوف ما عندكمش ثقافه الدوله. لا كاين ثقافه، كاين حقيقه كاين ثقافه الدوله اون كريتيك الانتيريور. لا لا اون كريتيك ماهيش عصابه، لانه اون كريتيك الانتيريور كومون كريتيك الاكستيريور اون كريتيك الانتيريور. ما نخلوش انا نقول لك واش خدمتوا مليح في الجزائر يودي المنشات القائديه. اعطيني مثال ما يعنيش يا شوف يا زميل المحترم، هذا ما يعنيش انه ما كانش بعض، ما كاين بعض الاخطاء وكاين بعض المشاريع اخطاء اللي ماشي بعض الاخطاء كلها اخطاء. لا ماهيش كلها اخطاء. اعطيني مثال، اعطيني مثال خير دليل. انا نعطيك دليل، اعطيني دليل. شوف اليوم في لونتربريز بريفي كسا سوا ناسيونال ولا اللي جايه من الخارج راح حبت تستمر في الجاي في الجزائر. ما عندناش مؤسسات. لا لكن شوف نقول لك حاجه، ما تقوليش ما عندناش مؤسسات. نعطيك مثال، انا نعرف اكثر من 150 شاب حاب يستثمر. شوف لو كان كاين مشكل في الفونسيير، كاين مشكل في الفونسيير، شناوي من الجزائر ما نبنوش صور في الجزائر ورايت المياه هنا، وهذا السلطه وهذا ثاني السلطه وهذا ثاني حزب الافلان، وهذا هذه الافلان ماشي الافلان. يا ودي كاين تراكمات، الافلان يا ودي كاين تراكمات. مش تراكمات، كاين تجاوزات. من المسؤول عن هذا؟ المسؤول حتى نسمع مع البعض. صح، من المسؤول؟ انت راك مسؤول في الحزب السياسي. نولي النقطه، نعطيك مثال حي. انا نعطيك مثال، انا نقول لك مثال، انا نعطيك مثال. تسمع لي شويه، اسمع لي، نسمع لك بشرط انه تسمع لي من بعد. نسمع لك، صافي تفضل. نعطيك مثال، احنا في الجزائر واش عندنا؟ قلتها قبل، عندنا البابور وعندنا الشوفور، ما عندناش تنمية. وعلاش ما نروحش ندير تنمية اقتصادية في الشرق أو في الغرب؟ لماذا لم ندير جمهورية سياحية في الصحراء الجزائرية ونستثمر في العامل البشري مثلا؟ هذا كاقتراح تاع الأفلان مش تاع الأفلان. نعطيك مثال ثاني، نروح لك أبسط شيء تتوقعه أنت. الجزائر وما أدراك ما الجزائر؟ الجزائر هي قارة ليست دولة، ولكن المشكل الان اللي راه مطروح في الدوله الجزائريه هو مشكل سلطه الشعب. الشعب غائب عن المسؤوليه. ولكن يقول لك ليس السلطه مسؤوله عن كل شيء. انت عندما ذكرت مثال الصينيين فلان اليد العامله الجزائريه غير موجوده في الكثير من المشاريع والمنشآت، فاستعنا بالاجانب اللي هم الصينيين باعتبارهم يخدموا بصوره شامله وكبيره. ثانيا السياحه، انت لا تستطيع ان تبني هياكل سياحيه ونبنوا فنادق ودرنا قوانين وشجعنا الاستثمار السياحي، ولكن هي ولكن مسألة ثقافة، مسألة ترويج، مسألة تسويق. 1200 مليار اين هي سقادة وراهي 1200 مليار دوك نلحقوا لها. شوف من 99 حتى 2016 واش صرفنا في الجزائر؟ ما نصرفش من عهد ماسينيسا الى وقت زروال. ماسينيسا من عهد ماسينيسا الى وقت زروال ما تصرفش. الجزائر مصنفة يعني ماسينيسا كان يشرب الدرهم الروماني ولا شوف نعطيك مثال. شوف الجزائر مصنفة ضمن الدول 10 دول الأوائل من ناحية الفساد. إذا احنا عامل الفساد هذا لا واقع. خليني نكمل لك يعني احنا الأوائل في الفساد وغياب الشفافية وفساد. انت تناظر في حزب سياسي، لازم تنسبوا انت تناظر في حزب الأفلان. اسمعي، رئيس حزبك اللي هو يقول بتصريح بعظمة لسانه فرنسا عطتنا الاستقلال، يعني واش تستنى منكم انتم؟ انتم راكم تتبعوا في فرنسا. طيب لانه كل مسؤولكم عايشين في فرنسا. ما تقدروش تقولوا ابناء الجزائر الحقيقيين. طيب اذا كان انت تحط نفسك ضمن عائله مجاهده، نعطيك مثال، انا جدي شهيد وجدي مجاهد، باش تعرف تاريخي وانا اعرف تاريخك. اذا كان نحكي باش تعرف على تاريخي، نعرف نعرف العائله نتاعك ولمن تنتمي. هل يقبل شاب مثلك انت، شاب جزائري يناضل في حزب سياسي اللي باباك البارح كان في الدستاخ ضد فرنسا، واليوم انت تسرق في خوتك عيني عينك وتدافع على هذه السلطه؟ اذا هنا المشكل، انت تستغل من طرف جماعه انتهازيه. اذا صحح. طيب يا رب يا رب يا رب، صح انت شاب جزائري وانا احترمك، ولكن انت تستغل من طرف هيئات استفزازيه
وهي السلطه في الجزائر. بارك الله فيك، اعطيني برك وقت باش نرد عليك. ماهوش مشكل. اولا مع حفظ الالقاب، يعني انت ثاني تنتمي الى عائله ثوريه ونعترف لها بهذا الشيء. كشاني انا اليوم كي نهضر باسم حزب جبهه التحرير الوطني، حتى واحد ما يقدر يقول لي ما عندكش الحق في ذلك، لانه كاين امتداد لمجاهد لبرلماني لمده 10 سنوات، كاين امتداد في حزب جبهه التحرير الوطني، وعندك الحق في بعض ما قلته. انا اليوم كابن حزب جبهه التحرير الوطني قلت لك عندنا ثقافه الدوله في بعض المرحله من المراحل تقبلنا بعض الامور على مستوى حزبنا، من باب انه من باب ثقافه الدوله. تقول لي في الكلمه اللي قلتها لك، ولكن فرنسا قتل الاستقلال. انا جايك انا جايك انا في موضوع التنميه يا جماعه، اني انا كابن حزب جبهه التحرير الوطني كمناضل في هذا الحزب وكواحد لينتمي لعائله شريفه، عائله نضاليه، عائله مجاهده، نقول لك بكل صراحه ارفض هذا التصريح. طيب. وراني ضد هذا التصريح. نقول لك الشباب معليش مش موضوعنا، هو ضمير هذه الامه يا الموضوع، ورانا نرفض هذا التصريح. واكثر من ذلك، لما هرم الحزب ما يخرجش بتقرير، ما يخرجش بكلام. قلنا هذا الكلام عادل، نعلن حاله انشغار. طيب. جماعه ولازم يتنصب امين عام في حزب جبهه التحرير الوطني. يا جماعه هذا مش موضوعنا. حزب جبهه التحرير الوطني. طيب راني كرسي انا محطوط هنا، ولا إيه؟ نولوا للنقاش جماعه، نولوا للنقاش. هذا نقاش حول التنميه، لانه لولا ثقافه الدوله حول التنميه نقولوا بعض صرفنا اموال طائله. خلينا من موضوع الوضع الداخلي الافلا، لانك قلت الرساله ووصلت. الان الوضع الداخلي، مش الوضع الداخلي، صرفنا ملايين ملايير بالاحرى ولم تظهر على الميدان، فكيف يمكن الوثوق في المشاريع التي تعرت الان بسبب التقشف؟ هذا هو. لا كاين مشاريع انجزت وكاين انجازات كبار، من ضمنها المسجد الاعظم، راهو كاين ان شاء الله قبل نهاية السنة يتم تسليم هذا المشروع. مستحيل. يا سي محمد العلميس، يا سي محمد. طيب. يا سي شوف وزير تبون وزير تبون صرح أكثر من 5 أو 6 تصريحات كاذبة. المشروع 2015-2014 وكل الشعب الجزائري شاهد. اسمح لي نعطيك مثال. شوف لا ديال ياك اسمح لي تاخويا. لا ديال ياك الجزائري دومي الآن راهم الناس قاعد تشهد. صح. 2001 لحد الان الناس مازال ما سكنتش، والمسجد هذا مش انا نفتخر انه عندنا اكبر مسجد في افريقيا، نفتخر به بلادي، معليش ثالث او في العالم، بصح ولكن كنا قادرين باش نتمصروا في الاموال في اكثر من هذا الشيء، مش غير في مسجد بركات. نعطيك مثال، اسمح لي، انا شوف على هذا الرأي، انا يا اخ محمد انا رئيس دفتر. طيب لا تتناقض، كيف تفتخر بمشروع انا كيف تفتخر به؟ مسجد. لا انا لا افتخر مادام انا نعالجو في الخارج. لا مسجد. لا انا لا افتخر، انا جزائري مسلم. كاين جوامع اخرين صاروا فيهم. اليوم والي عنابه، يتحدث عن مشروع مسجد في عنابة ضخم فيه 40 مليار، وعنابة عندهم مستشفى ما فيش مصالح حتى يروحوا الولايات مجاورة. نفس الشيء نبني جامع أعظم وإحنا ما زال عندنا مصالح مختصة. لا المستشفيات لنعالج. يعني ما الفائدة؟ تسيير في قطاع طيب من ولكن القطاعات. يرد. نعم سوء تسيير في قطاع من القطاعات هذا لا يمنع أن نديروا إنجازات في قطاعات واحدة أخرى، لأنه هذا المشروع فيه خير كبير، ليس من الجانب التعبدي والعبادي برك، ولكن فيه مآرب أخرى، فيه أمور واحدة أخرى. مثلا وش من مآرب أخرى في المسجد؟ مثلا يوجه الجامع صلوا فيه الخوجو. لا هذا ذاك المغزى تاعو يا قاده، نقول لك المغزى تاعو مغزى سياسي. يبقى المسجد راه سياسه في الجزائر. لا يا سي محمد يا جماعه هكذا هنبت اموال الشعب غير تروح للمساجد والزوايا. نقول لك برك بكري كنا احنا في مستوى حزب التحرير الوطني في القسمات، احنا اللي نديروا التوعيه مثلا على بعض في عهد الحزب الواحد، بعض القرارات في عهد الحزب الواحد، ما بعد الحزب الواحد ما بعد الحزب الواحد. ولكن راك شفت مآلات الامور. هذا الشيء الموقع اللي رانا فيه ما لازمش نسينا باللي نحن كامل جزائريين. طيب. ننتمي لنفس الأمة الجزائرية. عادل لازم نلقاو حلول لهذا المأزق السياسي. طيب. معناها انتم ما لقيتوش الحلول. انا ما لقيتوش الحلول. خلصتوا جماعة، خلوني نسأل دقيقة. جماعة ما تعطيش مثال. دقيقة تفضل. ونسأل شوية وما تفضل حتى سنعطي المثال تاعي من بعد. طيب احتفظ بمثالك. السؤال هو عندما قال لك عامل الإرهاب، لماذا تسقط عامل الإرهاب والعشرية الحمراء على أن الدولة بنيت من الصفر؟ هذا أولا. ثانيا
زيادة على هذه المشاريع التنموية فهنالك عامل الأمن والاستقرار الذي يعد عنصرا أساسيا للحفاظ على المشاريع. وش من فايدة مشاريع في بلاد الأمن والاستقرار خربان؟ اليوم مدير شرطة الحدود يقول مطار الجزائر هو الثاني عالميا من حيث الأمان أو إجراءات الأمان. يعني هنالك هذه السلطة توازي ما بين تنمية حتى وإن تعثرت ولكن تحافظ على الأمن والاستقرار. هذا هو السؤال. تفضل. إذا كان حكينا على الأمن والاستقرار الأمن والاستقرار يعود له الفضل إلى الجيش الوطني الشعبي. ما نغلطوش أنفسنا، الجيش الوطني الشعبي قام بدوره على أتم وجه، والحالة الأمنية الذي التي هي في الجزائر الآن ترجع إلى الأمن الجيش الوطني الشعبي. جيش وطن شعب، هم أبناء الشعب الجزائري المظلومين والمحقورين والزواولة، هم اللي دفعوا على الراية الوطنية. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا كان نحكي ولا مختلفين في هذه النقطة، معليش أنا جايك أنا جايك خليني نكمل. ولكن لا أقصد فقط الأمن بمعنى حجز الأسلحة وملاحقة الإرهابيين، أقصد الأمن المخدرات، كل حاجة، الجرائم. أقصد حتى عندما تقوم عملية الترحيل في العاصمة، هذه عاصمة بلد، من المفروض ألا تترك بعض البيوت القصديرية والقصدير والصفيح مرتعا للجرائم وغيرها، فأنت تعيد تنظيم الساكنة بشكل لائق. هذا يدخل في مشروع تنموي يفيد الأمن. استبعني يعني اعترفوا شوية بالكلام. أنا مانيش نقول باللي أنا اللي قلت لك الامن يرجع الفضل تاعو للجيش الوطني الشعبي، وكل ما نقول جيش وطني شعبي هم ابناء الشعب الجزائري، هم الزواوله. شكون يراه في الجيش؟ خويا وصاحبي. طيب هذه نقطه ليست خلافيه، روح لي للسؤال الثاني. هذه السلطه في الجزائر التي توهمنا دائما بالامن والامان، ايوه، وتحكي لنا دائما على سوريا وعلى ليبيا وعلى مصر والربيع العربي والخريف العربي وما على باليش، ولكن عمرها ما حكت لنا على الاموال اللي نهبتها وداتها للخارج. هذا صح. من جهه وعلاش ما يحكيوا الناس والتي تسبب احباط الناس انا كمناضل جزائري انا نضامن معاك انت كشاب جزائري مثلك، ولكن انا كي نشوف انسان أدانت المحكمة الجزائرية بإصدار أمر بالقبض، ما عندك كي نقولوا أم بيدروش. معليش نحكيو بصفة عامة، هذه ثقافة. تراك مسؤول إعلام في حزب سياسي، لازم تكون تعرف معناتها القانون لما يصدر قانون تاع وكيل جمهورية ويصدر أمر بقبض تاع شخص. هذا مش إدانة، لازم يهضر لك ماهيش إدانة. أمر بالقبض، إيه؟ أمر بالقبض، إصدار أمر بالقبض. إصدار أمر بالقبض ليس إدانة. يقول لك في القانون هذا البيدروش يدفيدها، لازم الإنسان يدخل للسجن ويشارع يثبت براءته أو يدان. إذا لما نشوف مسؤول سياسي سابق، وش علاقتها بالتنمية هذه؟ نعم؟ وش علاقتها بالتنمية؟ دخل في التنمية. يعني التنمية دراهمنا راهم رايحين في التنمية. ممتاز. الأموال بدلا من أن تذهب إلى مشاريع التنمية راحت للناس، تذهب لأشخاص ثم لا يحاكمون. ممتاز. اسمح لي. طيب وصلت. لما أنا كشاب جزائري نشوف باللي العدالة اللي نتمنى أنها تكون عدالة ذات مصداقية عالية في هذه الدولة غائبة، أنا طيب كيف أؤمن في هذه السلطة؟ ممتاز. الذي لا تطبق القانون على المواطن العادي. ممتاز. اليوم في جريدة الشروق كان هنالك حوار مع شاب حاول الانتحار في عنابة. لما سئل أول سؤال قال أنا أصلي ومؤمن وأعرف بأن الانتحار حرام، ولكن خرجت بقرار شنق نفسي بعدما رفضوا توظيفي في مركب الحجار ولم يحاورني ولم يستقبلني أي أحد. يعني كل هذا عامل نفسي يتسبب في غياب الأمن، غياب التنمية. ثم يخرج مدير وكالة لونساج ليتحدث عن 90% من مشاريع لونساج ناجحة، يعني وكأنه راه يحكي كما قال أحد المعلقين على ماليزيا ماهوش يحكي على الجزائر. هذا هو السؤال. شوف يعني السؤال، لماذا السلطة تخرب الأمن بإحباط الشباب بغياب التنمية ثم تقول بأن الأمن والاستقرار أهم شيء؟ شوف، بدينا الهضره تاعنا على الجانب الأمني. الجانب الأمني باش نقول برك الخويا وحبيبي هنايا أنه شارك فيه المؤسسة الدولة، شاركت في هذا الأمن بما فيها المؤسسة الشرطية، مؤسسة الدرك الوطني، مؤسسة الجيش الشعبي الوطني سليل، جيش تحرير الوطني. نقدر بالجيش بصفة عامة، هم كل أبناء الشعب. وثاني الشعب الجيش هو كل أسلاك الأمن. ماليش نجيك الأخ الكريم، معليش روح لسؤالي. وثاني النضج شوف المواطن اللي حاب ينتحر اليوم في صفتكم في المجتمع، تبع المجتمع تاعك المواطن اللي حاب ينتحر. معليش خليني أنا، شوف استعني أنا مواطن، أنا شاب، أنا شاب
الجزائري. جاوب جاوب على السؤال. شغل ثاني قلبي على بالك. طيب جاوب على السؤال. الانتحار. شوف الخطاب العاطفي، الخطاب العاطفي مليح، ولكن انا نهضروا على شان اكبر من هذا البيت. ماشي اكبر، روح روح الشاب الجزائري، هذا الروح تاع الشاب الجزائري، وانا نضمن مع هذا الشاب اللي راح يعمل في بلاده اكثر منك. جاوب عليها وعلاش عم ينتحر هذا الشاب في ظل السلطه الغائبه. هذا الشاب تتحمل غائبه، هذا الشاب تتحمل جزء من المسؤوليه. ما ينتحرش الشاب الجزائري يا اخي، وعلاش ما ينتحرش؟ راك تقمعني باخذ حقي في الكلام. لا اعطي الحقيقه. طيب سيد بورنيصه دقيقه، لانه الوقت شوف الكذب لا يخفي الحقيقه ولكن يؤجل انكشاف. خليني نرد، ولكن شفنا خلاص. خليني نرد، بعدنا بالخارج. طيب دقيقه سي بورنيصه، خليني نرد اكمل. هذا الشاب تتحمل جزء من المسؤوليه، لانه جزء من المسؤوليه يتحملها هو، جزء من المسؤوليه يتحملها المسؤوليه. خليني نكمل لك لخطه. خليني كذا مش مسؤول يتحملها هو من المجتمع، لانه كاين تراكمات عند المجتمع الجزائري ما لازمش نغضيو عنها النظر. بالعاميه دخلنا شويه تاع تفنين، شويه تاع اتكال، شويه تاع كذا، ويتحمل. شكون اللي وصل الجزائري تفنين؟ شكون اللي وصل الجزائري انهم يتفنين؟ هذا المسؤول. حنا اليوم لازم اون ريبريز دو كونفيونس. هذه الجزائر تاعنا لازم نبنوها كامل بما فيها الشاب البسيط باللي راه في السلطه دركا. لا لا، نبنوها بالشاب البسيط اللي لازم اون ريبريز دو كونفيونس. هذا الشاب اللي جاي من الجزائر جاي ينتحر مسكين من الجزائر. يجب ان نتوعى لانقاذ البلد، لذلك ربما الوزراء يتحدثون عن القرض السندي، ويجب ان نشارك جميعا في الاستثمار، لان الدوله لم تعد قادره على تحمل الاعباء. السؤال الاخير لك، تفضل. الدوله الجزائريه، شوف الكلمه الاخيره. لا بدات معك واني معك، سوف اعطيك مجال صغير. شوف الدوله الجزائريه لقمت لونساج بالربا، ما ينجحش ما ينجحش، لقمناه بالحرام، عمره ما ينجح. 90% كاع راحوا فايت، تعطي له هربينه وتروح تبوت في الطريق. العفنه لما تصل الى السلطه تمنع لونساج؟ افنه؟ لما تصلون الى السلطه تمنعوا لونساج؟ نخليو لونساج، ولكن مش بالربا، بالحلال يطلع، مش بالحرام. انتم حزب اسلامي؟ ما لا، حزب اجتماعي وطني. شيخ حزب اجتماعي وطني. اوكي، حزب اجتماعي وطني. ولما تحب تعرف المواقف نتاعنا، احنا حزب اجتماعي. لازم نرجع لتاريخنا، لعاداتنا، تقاليدنا، باش نبني الجزائر. هربنا من الدين وهربنا مشكلة من مشكلة الشباب الذين ذهبوا الى لونساج وموجودون في المحاكم هي مشكلة ديون ومشكلة لأنه هو عنده لابونك، لابونك تتبعه، لابونك تعطي لي كان فري ترجعوا لي، ما ترجعوش تبعك قضائيا، ومن بعد يقول لك تزوجوا بهم. إذا هنا المشكلة استقادة. أيوة. المشكلة في الدولة أختم. الجزائرية هم من قلت لي نعطيك مجال، أعطيك حيز قصير صغير. المشكلة الحقيقية في السلطة الجزائرية أخي عادل هي من نصبوا انفسهم اوصياء على الشعب الجزائري. هذا هو السؤال الاخير لك. هذا هو لب المشكله. كبير. انا خليني نكمل. المشكله الشرعيه، نكمل لك. لا، الوقت المشكله الشرعيه. هذا هو المشكل الحقيقي. ممتاز محمد بورنيصه. هو المشكل. احنا اول الناس اللي نادوا للشرعيه والشرعيه تكون كامله، اولا على مستوى الاحزاب السياسيه. لا لا، بشر. ثانيا على مستوى السلطه. الحمد لله كاين شرعيه كامله، ولكن تغيب الشرعيه. هل تناشدني في أن نؤسس لجنة وطنية لانتخابات مستقلة وشفافة أمام الشعب ونحو المنتخب الغالي الداخلية؟ الانتخابات روض منها الدستور الجديد. ماشي الدستور، شكرا. سبق ليه الدستور الجديد. ولكن أولادي أنا البراتيك بوليتيك تاعي أكدتني أنه حزب جبهة التحرير الوطني حزب عتيد حقيقة. لا لا، عتيد ماشي عتيد، هو المواطنين. لأنه ماشي حزب جبهة التحرير. شوف جبهة التحرير جابوا والضمير هذا تحرير الجهاد، وليس حزب يدعون الضمير الشباب. لا لا، أنتم جهاز. أنتم جهاز ولستم حزب. ما تغلطش روحك، أنتم جهاز. محمد بورنيصه، عادل السلحاج، محمد. لو كنتوا حزب حقيقي. شكرا لكم مشاهدينا. لا لا، مش تطلع.